حاضر حاضر. ايه موافق؟ موافق. ايه والله ما قصرت. حبيبتي مش قادرة مش قادرة أنا خدي خدي مش قادرة. شفتي العيال عملوا إيه في الراجل؟ شفتي؟ مت على روحي من الضحك. يا سلام، وأنا كنت هموت من الكسوف. وقال أنا بقول له إيه؟ لا أنا ما أقدرش أعيش من غير ولادي. زمانه طفش. لا لا لا، الراجل اللي يحب بقى ما يطفش أبدا. كانوا هيفطسوه. عارفة فكروني بفيلم إيه؟ دوتوري أوسني أوسني دوتوري. بس الحمد لله أنقذناه في آخر لحظة. الحمد لله الحمد لله يا جوجو. بقول لك يا جوجو، انت طول عمرك بتحبي الأطفال وكان نفسك تتبني أطفال. طب ما تتبنيش ولادي شوية فترة بسيطة يعني مش كتير. أنا بحب الأطفال لكن ولادك دول مش أطفال يا حبيبتي، ما يلزمونيش أبدا، اديهم لأبوهم. يا حلاوة، أبوهم قلبك أبيض يا حبيبتي. ولو كان أبوهم رباهم كان رباهم وإحنا مع بعض. أديكي شفتي آخر تربيته. اخد تربيته ولما هو كان بيربيهم كنت انت فين حضرتك؟ مش عارفه كنت فين. ايه الاسئله المحرجه دي يا كوكو؟ ايه ده؟ هاتي هاتي البتاع ده. خد يا حبيبي اتفضلي. ايه الحلو؟ نشوفي كده. معقوله هنا والشفا راح. التحية بتاعك ده يا سي علي تبل وتشرب ميته. انا خلاص هتجوز باسل. ما تتجوزيه، ياكش حتى تشغليه سواء عندك. انا مالي التحقيق بتاعك ده كله كذب في كذب. باسل مش حرامي. لا حرامي، واخد اراضي من الدوله وضع يد ومتهرب من الضرايب. يا سلام، وايه مصادرك بقى؟ معلش انا ما بقولش على مصادر حد. ايوه بس انا مش اي حد، احنا زملاء. معلش خصوصا كمان زمايلي المنافسين. منافسين؟ انا منافسنا يا صحفي على ما تفرج. وانا لو صحفي على ما تفرج يبقى انت علاقتك بالصحافه زي علاقتك الجبنه الرومي بالكنافه بالظبط. انا مش فاهمه انت حاططني انا وباسل في دماغك ليه؟ احنا ملناش اي علاقه ببعض دلوقتي، كل اللي يربطنا ببعض العيال وبس. انا بشوف شغلي. شوف شغلك يا علي بس بعيد عني، واياك تقرب مني. هو انا جيت ناحيتك؟ انت اللي اتهجمتي عليا في مكتبي يا مدام. حد سمح لك؟ ما تفوقي بقى. افوق؟ علي انت غيران غيران، والغيره هتاكلك كده. هغير منك ليه؟ هو انا بيني وبينك ايه؟ ياكش هما بس 10 15 سنة نكت في نكت. نكت في نكت؟ ده انت كنت مخليني شبه ام وائل من كتر ما كنت منكد عليا. الناس كلها بتقولي بقيتي قمر يا انجي وحلويتي كده بعد ما اتطلقتي. بينافقوكي، وبعدين تتجوزي تتطلقي ده شيء ما يخصنيش. وبالنسبة لباسل بتاعك ده ان شاء الله هيخش السجن على ايدي. تسجن مين يا حبيبي فوق؟ انت اخرك تلعب في الطين. باسل بكره هو اللي هيكذبك ويسجنك بسبب التشهير بيه. يلا يا مجنونه اطلعي بره مكتبي وعلى مفخلك اركبيه. حاضر يا علي هطلع، بس عايزه افكرك ان انا برضو هتجوز باسل وهستمر في الحزب بتاعه، وهو هيبقى في حته تانيه خالص وهيقعدك في بيتكم. باي لولو. على فكره انت تخنين شويه. ولا اتجننت فعلا، هيبقى في حته تانيه خالص ان شاء الله هتشوفه في جنينه الحيوانات. ايه القرف اللي يا مجنونه؟ الهاتف الذي تحاول الاتصال به ربما يكون مغلقا او خارج نطاق الخدمه، من فضلك حاول الاتصال في وقت لاحق. تليفونه مقفول من الصبح وتليفون الحزب محدش بيرد عليه، يا ترى في ايه؟ صدر قرار من النائب العام بحظر النشر في اي كلام في السياسه، ممنوع. ايه ده؟ ازاي ده يا فندم؟ ده مفيش حد في البلد ما بيتكلمش في السياسه دلوقتي، ده احنا عندنا 90 مليون محلل سياسي. الحمد لله الحمد، انا الوحيده بقى اللي ما بفهمش في السياسه. بعد اذنكم بعد اذنكم معلش، ركزوا اليومين دول، اكتبوا في الفنون، اكتبوا في الكوره. بالنسبه للكوره، بطوله افريقيا هتبدا خلاص يا استاذ، يا ريت تديني تكليف اغطيها. تغطيها بايه ان شاء الله؟ اغطي ال انا اقول لحضرتك يا فندم، انا اقول لحضرتك هو هيغطيها ازاي؟ طبعا هيسافر الجابون، فول بورداتو، اوبن بوفيهاته. في ايه يا سامح؟ هو انت بتفهم في الكوره اصلا؟ يا خساره، يا ريتني كنت بفهم في الرياضه. يا سلام، امال بتفهمي في ايه؟ لا ازاي بقى يا استاذ جميل، انا بفهم في حاجات كتير قوي.
سمعت اللي حصل يا استاذ جميل؟ خير، ايه اللي حصل يا استاذ علي؟ بس الشاهين رئيس حزب الامانه طلع حرامي. كذاب طبعا، بس البني ادم شريف وعصامي. اهو عصامك ده سرق 5000 فدان من اراضي الدوله. عصامي؟ امال، والنيابه العامه امرت بالتحفظ على كل امواله وممتلكاته. المليون و300 الف دولار كلهم عصامي؟ جميل جميل، بص يا علي اعمل تحقيق من جديد على الموضوع ده. جميل؟ ايوه روحي امري. لا مش قصدي انت. جميل ايه يا استاذ جميل؟ ده بيقول لك عصامي، دي مصيبه. مصيبه ايه بس يا انجي؟ مصيبه ايه؟ عادي يا حبيبتي، ما فيهاش حاجه. انت ليه محسساني يعني ان هو من بقيه عيلتك؟ كان هيبقى من بقيه عيلتها قبل ما يهرب برا مصر. هرب عصامي؟ صدر قرار من النائب العام بمنعه من السفر، بس ابني اللئيمه خلع بدري، عرف فهم بسبب التحقيق بتاعي. قول كده بقى. التحقيق بتاعك؟ لا يا استاذ، بس البني ادم شريف، انما غيرتك العاميه هي اللي خلتك تشهر بيه. ايه يا استاذ انجي؟ يشهر بمين؟ بيقول لك صدر قرار من النائب العام بالتحفظ على امواله ومنعه من السفر. عصامي؟ ايوه عصامك. وحل حزب الامانه بتاعه اللي اوراقه مزوره. عصامي؟ انا بقول تستخبي بقى يا انجي عشان انت ملطوطه في الموضوع ورجلك ممكن تيجي. اصلك عدو عامل في الحزب، ده غير انك انت كنتي هتبقي النائبه بتاعته. رجل مين اللي تيجي في الموضوع يا استاذ؟ ما تلم نفسك. طب مالك يا علي فرحان كده ليه؟ انا مش فرحان، انا شمتان. طول عمرك قلبك اسود وحقود. مين ده اللي قلبه اسود وحقود يا بتاعت حزب الامانه المنحل؟ المنحل هي حصلت؟ هي حصلت تطعن في شرفي يا ابن بديعه بقيعه الصابون؟ هي حصلت تغلطي في اسم امي؟ يعني كل اللي همك انها غلطت في اسم امك؟ ايوه، انا امي ما اسمهاش بديعه، انا امي اسمها سياده. بديعه احلى. فعلا؟ ايوه فعلا. وبعدين انت ما فكرتش لثانيه واحده هم سموا امك سياده ليه؟ لا ما فكرتش. بقول لك ايه، على راي ام كلثوم انما للصبر حدود. انا لما اتجوزتك ما عرفتش انقي، ولما طلعتك ما عرفتش اربي، بس انا دلوقتي هربيكي. ايه علي ده؟ هي حصلت يا علي؟ حصلت تمد ايدك عليا؟ اصحي يا علي، ازاي تمد ايدك على واحده سيد؟ انت مالك انت؟ خليك في حالك، خليك في حالك، خليك خلاص. بس انا حلفت، حلفت مش هسيبه بعد ما فضحني وضربني قدام زمايلنا، ورئيس التحرير قسم لنا 3 ايام. اول مره اعرف ان جد علي بيضربك. هو بيضربك ليه؟ هو فاكرنا سوسن؟ شاطر يا دودو، طالع لخالك. بس هو مش ضرب قوي يعني، هو كان بيضربني بورقه جورنان زي ما انتوا شايفين في الصوره. وعملتي ايه انا بعد كده؟ كنت متغاظه منه، متغاظه منه قوي يا دودو، وكنت عايزه اعمل له محضر تعدي. بس بصراحه لما قعدت كده وفكرت بيني وبين نفسي، قلت ان هو برضو انقذني من مصيبه كبيره كنت هقع فيها. مصيبة ايه؟ كنت هتجوز واحد نصاب، بس غيرته عليا انقذتني. وتأكدت كمان انه